حنا الضرائب ديالنا كنخلصوهم بنظام وانتظام، علاش حنا مغرقين هنا في الزبل؟ حنا ما محسوبين شي ولا كيف؟ طبعا اللي كنطلبوا من هاد المسؤولين الله يجازيهم بخير يشوفوا لنا الحل. وقع لنا ماشي الزبل هذاك، راه مصيبه كبيره هاد الزبل هذا. دابا حنا العيال صغارين كيخرجوا كيلعبوا بديك الزبل تما، كيدخلوا لنا الميكروبات في يدهم وفي رجلهم، الا تعرف واحد زعما واحد المصيبه كبيره بزاف. هادشي راه ما ضر هاد الاحياء هذه، ما ضر كبيره ماشي شويه، زعما راه بزاف ماشي عشوش. هنايا ساكنين في واحد الحومه مكرفسين فيها، هانتينا كتشوف عنا العيال صغارين، احنا مراطين النص الكبير مريطه هنايا، ولوسخ والميكروب المخيل ديك الناس اللي كيخدموا هادشي ما بقاوش كيبغيو يجوا، كيقولوا لك ما كيخلصوناش. وحنايا انتينا كتولحهم وخصهم الفلوس وخصهم عاد كيطلبوا الضرائب، على ما تخلص الضرائب على الحومه؟ انتينا كتشوفها كيفاش مسقى حالتها، خصنا شي حاجه غير الانسان بعدا يعتني، راه حنا مواطنين. هذه الجائحه اللي واقعه والامراض هنا كدور هنا وعاد يزيدونا بالزبل. الله يا ودي هذه 3 ايام هذه والله نضطروا نرفدوا هذا الزبل ونهبطوا حتى تما عندهم، هذا الشيء اللي يمكن نعمله وما راه من حقنا. الله يجازيكم بخير.